ديال الصديقة ديالي اللي كانت كتعاني من هذا المشكل، فتلاقيتها واحد المرة، عرفتي الوجه ديالها كيفاش داير، وهي ديجا عارفاني كندير الوصفات وكل شيء، الوجه ديالها بحال القمر ما شاء الله. قلت لها شنو درتي؟ لان انا كنت عارفة عندها داك المشكل، فعطاتني هاد الوصفة. وعرفتي شنو يا البنات، مني دخلوا عندي دوك العيالات وكيسولوا صباح الخير عليكم الزوينات ديالي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وانتم غادي تتبعوا معايا هذا الفيديو. عرفتي يا البنات، اليوم شنو جبت لكم؟ جبت لكم اخطر وانجح واسهل وصفه، دقه بطله يا اختي، دقه بطله للبقع ودقه بطله للكلف. اهم حاجه اللي غادي نانسيست عليها وغادي نركز عليها هي الكلف 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 الكلف. بزاف منا اللي كيعانيو من الكلف، سواء كانوا قدي اولا قد الام ديالي. هذا المشكل ديال الكلف خايب بزاف، يعني كتشوفي السيده وجهها مثلا البشره ديالو موحده، يعني اللون موحد وكل شيء، ولكن كتجي مثلا لجبهتها اولا لجهه لاباط ديالها اولا هنايا اولا جهه النيف بالخصوص، كتلقاي عندها واحد البقعه اللي هكا مطراسيه في المارو ولا في الكحل، المهم على حسب كل وحده وكيفاش اللون كيكون، فكتكون معقداها. وانا دخلوا عندي شي عيالات اللي كنوجه لكم التحيه، طلبوني على هاد الوصفه هذه، وانا ما نكذبش عليكم، هاد الوصفه ماشي ديالي، هاد الوصفه ديال صديقه ديالي اللي كانت كتعاني من هاد المشكل. فتلاقيتها واحد المره، عرفتي الوجه ديالها كيفاش داير، وهي ديجا عارفاني كندير الوصفات وكل شيء، الوجه ديالها بحال القمر ما شاء الله. قلت لها شنو درتي؟ لان انا كنت عارفه عندها داك المشكل، فعطاتني هاد الوصفه. وعرفتي شنو يا البنات، مني دخلوا عندي دوك العيالات وكيسولوا على الكلف، تفكرت الصديقه ديالي وعاود تواصلت معاها، وزادت اكدات ليا ان هاد الوصفه اللي غادي نبارطاجي معكم اليوم راها هي الحل، هي الحل البنات. فمرحبا بكم كاملين، الا كنتو كتشوفوني لاول مره تابوناو دابا 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 دابا، وهذا الانستغرام ديالي دخلوا عندي، وما تنساونيش بواحد اللايك اللي تكون زوينه بحالكم، راه ما كنتخلصش عليها. اللايك كتحفزوني غير باش نزيد نعطيكم وصفات واعرين، وكتحفزوا ان الفيديو يزيد يطلع. فيلا كاملين نشوفوا المكونات بلا ما نطول عليكم، انا عارفاكم باغيين الوصفه، ونعاودوا نرجعوا ان شاء الله. اذا البنات، هاد الوصفه هذه ان شاء الله غادي نحتاجوا ليها صفار ديال البيضه بلديه. كنأكد البنات على بيضه بلديه، راه متواجد يعني كاين كيتباع، كتاخذوا الصفر كما كتشوفوا بوحديتو. عرفتي يا البنات، هاد الوصفه راه هاد قبط للكلف، وكنصح بها العيالات اللي كيجيهم الكلف مثلا من الحماله، اولا كيجيهم الكلف يعني هكايا من اشعه الشمس ولا شي حاجه، ولا بعض المرات كيبقاو العيالات يديروا مساحيق التجميل وما كيغسلوهمش، ولا كنهضر بصفه عامه العيالات والبنات، حتى البنات يعني قدي كيجيهم الكلف، وكذلك البنات راها خطيره في ازاله البقع ديال الحبوب. هذه البنات غير ديروها وعينيكم مغمضين، راه كنجيب لكم غير الوصفات الواعره يا البنات. هذه البنات ديروها وتفكروا اختكم فاطمه الزهراء، والمكونات ديالها راه تشوفوهم معايا راهم بساطين، غير كنركز على البيض البلدي، ضروري 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 الصفر ديال البيض البلدي. اذا غادي نحتاجوا صفر ديال البيضه بلديه، وغادي نحتاجوا البنات عندي هنايا الحلبه مطحونه، انا خد تقريبا معلق، ما تكونش مقبه غير بحال هكا. وغادي نحتاجوا البنات الاخر، كما كتشوفوا انا درت الحلبه، سمحوا لي راه كاين الضو بزاف، المهم هنا درت الحلبه. غادي نحتاج اخر مكون اللي خطير في التبييض البنات، خطير خطير في التبييض، كتشوفوني كنبارطاجيه معكم بكثره، اللي هو النشا اولا دقيق الذره. غادي نحتاج واحد المعلقه صافي، وغادي نميلونجي هاد الوصفه هذه، وهاد الوصفه قابله انك يعني تخبيها في الثلاجه، يكفي انك ديري ليها بابيي سولوفان اولا ديريها في شي حكيك اللي يكون معقم كما كتشوفوا البنات صافي. وان شاء الله انا غادي ننتقل انا وياكم باش نقول لكم شحال خصكم تداوموها، وشحال خصكم تخليوها في لابو ديالكم، وكيفاش تستعملوها، يعني طريقه الاستعمال ديالها. عتي البنات، هذه راها وصفه قديمه، وفي نفس الوقت الا بغيتو هكايا تزيدوا في الخدود ديالكم، هذه راها واعره 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 بزاف بزاف. هانتوما البنات، هانتوما، وما تخافوش من الريحه ديالها،
هانتوما الغزالات ديالي كما شفتوا الوصفه راه ساهله ياك البنات، ساهله ماهله. عرفتي شنو هي البنات؟ وصفه من ذهب، وصفه ملكيه، وصفه خصك ضروري ديريها واخا ما يكونش عندك الكلف، ديريها وداوميها راك ترد الوجه هكا. وكذلك البنات اللي عندهم مشكل في الخدود، يعني ما الخدود ديالهم ما واضحينش ما بارزينش، ممكن انك تاخدي الوصفه ياك وديريها فقط للخدود ديالك. شوفوا كيفاش كتجمع تتولي بحال شكل العجينه كديريها للخدود ديالك هكا وكتخليها تقريبا واحد ربع ساعه حتى 25 دقيقه وكتحيديها وكتبقاي داوميها وشوفي النتيجه. وغادي غادي ترجعي عندي، انا متاكده يا صاحبتي راكي غادي ترجعي عندي وغادي تشكريني. وانا من هذا المنبر راه كنشكر الصديقه ديالي اللي عطاتني هذه الوصفه حيتاش واعره واعره يا البنات واعره. شوفوا انا ما فيها لا كلف لا والو، ولكن مع ذلك غادي نديرها قدامكم باش يعني باش تشوفوا ان عفسي البنات. انا عارفه ان البيض او لا البيض البلدي خطير خطير يا البنات، كيرد الوجه بحال الشميعه. فشوفوا البنات هاد الوصفه هادي الا ما درتوهاش ولا ما داومتوهاش راه خصكم العصا. شوفوا بالنسبه لشحال خصك داوميها، غادي داوميها على حساب المشكل اللي عندك. مثلا عندك البقع ديال الحبوب او عندك كلف، فخصك ضروري داوميها كل نهار كل ليله كيكون الوجه نقي. لو حبذا انك مره مره بحال هكا جوج المرات في الشهر ديري البخار، بخار باش كتحلي المسامات. المهم ليسونسييل البنات هو ان هذه الوصفه كدار في وجه اللي يكون نقي. انا ما دايره حتى شي حاجه لوجهي، راه الصباح هذا حدي دايره العكر اصلا عينيا صبحو مبوقينه. مهم كديريها في الوجه اللي خصو يكون ضروري نقي، يعني ما تكونيش دايره ماكياج، ما يكونوش المسامات يعني مشارجين بالوسخات. ضروري ضروري تغسلي الوجه ديالك بشي غسول، غسول دائما كنصح انا بغسول هيمالايا، راه فيه فيه ديال البشره الدهنيه، فيه ديال البشره المختلطه، فيه ديال البشره الجافه. يعني غسول هيمالايا الطوب كيعجبني، ممكن تغسلي بصابون الحجره على حسب يعني على حسب النوع ديال البشره ديالك. نتي كتختاري شنو هو الصابون اللي كتغسلي به اللي كيجي لك مع وجهك، ومن بعد كتحاولي انك حتى جهه النيف ديالك تحاولي تحيدي هذوك لي بوا نوار، يعني بطريقه العاديه اللي كنديرو بكلينكس وكنحي يعني كنحاولوا ان هذوك المسام اللي عندنا في النيف نخويوهم من داكشي اللي كيكون فيهم وعاد نطبقوا هاد الوصفه. وماشي ماشي مشكل انك ديريها في الوجه كامل، ماشي مشكل الوجه والعنق، كتوحد لينا لون البشره وكتخفف لينا من هذوك البقع. ومع المداومه البنات راه عرفتي شنو الوجه ديالك كتولي بحال شكل ديال الحيط، يعني كتشوفوا اللون ديال الحيط يعني موحد، فكذلك الوجه كيولي موحد. هانتوما البنات كديروها كما قلت لكم، كتخليوها من ربع ساعه حتى 25 دقيقه بحال هكاك صافي، وكتغسلوها هي كتكون معلكه شويه بحال هكا البنات. زوينه 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 بزاف بزاف. وانا كنشكر اي وحده من هذا المنبر، كنشكر اي وحده جربات الوصفات ديالي وعجبوها الوصفات ديالي وعطاوها نتيجه، حيت نتوما ما كتشوفوش داكشي اللي كنشوف انا. الناس راه كيدخلوا عندي الحمد لله وكيشكروني تعجبوهم الوصفات، وهذا الشيء كيشرفني صراحه، فكنشكركم من اعماق قلبي حيتاش كتثقوا فيا وكتجربوا الوصفات. المهم دابا غادي نكملها يعني نطبقها في وجهي، نخليها شويه في وجهي حتى انايا واخا ما فيا والو، مي ماشي مشكل نستافد منها ونغسلها، وديك الساعه نعاودو نرجعو ان شاء الله. انا رجعت معكم البنات، شوفوا 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 النتيجه يا اختي، شوفوا النتيجه وسميتو لابو كتولي زوينه سبحان الله العظيم. داوموها البنات، داوموها داوموها داوموها، ما تسولونيش
شحال ديال المداومه نتاعي، داوميها كل ليله وكوني متاكده انه غادي تحصل على واحد النتيجه خياليه واعره 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 بزاف بزاف. شحال زوينه لابو تكون يا اختي زوينه، شحال زوينه لابو تكون زوينه، شحال زوينه لابو اولا الوجه ديالك يكون زوين بلا ماكياج بلا حتى شي حاجه، على الاقل غير لابو تكون موحده في اللون، راه هذاك هو هذاك هو داكشي اللي كيعجبني انا، غير لابو تكون موحده في اللون صافي صافي. يعني ديري غير شي ليكرون اللي يكون ما كيبانش، ما كيعجبونيش لي كروات اللي كيبانوا، تترطبي بيه وفي نفس الوقت راه كتحمي البشره ديالك. المهم يا البنات ديروا لايك ديروا لايك ديروا لايك، المهم تهلاو في ريوسكم وما تنساوش باللي كنبغيكم بزاف. نتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله، باي باي.